تعد العلاقات المصرية الإماراتية على المستوى الاقتصادي نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية. وتستقبل السوق الإماراتية سنويا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، كما تساهم الإمارات في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار. علاقات تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية، حيث يعد السوق الإماراتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية. ويستقبل السوق الإماراتي سنويا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، كما تساهم الإمارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار، وأكثر من 7 مليار دولار استثمارات. العلاقات الثنائية الاقتصادية يضاف إليها مذكرات التفاهم الموقع بين مصر والإمارات لتعميق التعاون المشترك، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري. الإمارات قدمت أيضا حزما من المساعدات العينية والمادية والعديد من الاستثمارات المباشرة في إطار من علاقات التعاون الوثيق بين الدولتين، تبلورت في شكل عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تجاوز عددها نحو 20 اتفاقية. صندوق أبو ظبي للتنمية يعد هو الآخر من أهم شركاء التنمية في مصر، فضلاً عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي. الإمارات تمثل كذلك ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية. وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات. وتشمل تلك الاستثمارات مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى القطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك العقارات والبناء والسياحة، فضلا عن الزراعة والأمن الغذائي. في المقابل تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم في الأسواق الإماراتية، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. وسجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 13.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 12.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بنمو وصل إلى 7%. وسجلت حركة التجارة بين مصر والإمارات خلال عام 2020 نحو 26 مليار درهم مقابل 22.1 مليار درهم خلال عام 2019، وبنمو أكثر من 17% على الرغم من تداعيات جائحة كورونا على أنشطة التجارة إقليميا وعالميا.